حاسس حضرتك بس تشوفوا المقطع اللي كده صغير قوي حاجه 20 ثانيه. ده وزير خارجيه قطر بيقول عباره كده لطيفه تستحق التامل، وهنطلب من الدكتور حسن ابو طالب ان هو يساعدنا في فهمها. اما بالنسبه لموضوع تمويل الارهاب وما ورد في قائمه الاتهامات، فهذا الموضوع موجود في كافه دول المنطقه وليس فريد فقط أو ينطبق فقط على دولة قطر، ودولة قطر بالعكس هي تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم.